هذا المؤتمر حضور الكثيف فيه والمشاركة الواسعة فيها سواء من المحاضرين أو من خلال المشاركين من الأطباء هو مهم جدا لتطوير العلم والبحث العلمي وتطوير العلوم الطبية. هذا أمر مهم جدا لنقل بتعرفوا الطب هناك تطور كبير فيه وهذا يؤدي إلى التواصل مع المعلومات الحديثة والتقنيات الحديثة لأنه بيرافق كمان معرض للأدوات الحديثة والأجهزة الحديثة المستخدمة وبيعمل نوع من التواصل بيؤدي إلى تقدم الخدمة الصحية لمواطنينا بالجمهورية العربية السورية. في عنا مرحلتين خلال عام 2017. المرحلة الأولى راح تكون نشر التعقيم ومكافحة الإنتان والعدوى في العيادات الطبية السنية اللي هي أكثر عيادات متهمة بنقل العدوى والإنتان للمرضى. الموضوع الثاني اللي نحن راح نكافحه كنقابة أطباء الأسنان هو ضبط المواد المزورة والمهربة من خلال لجان المزاولة اللي راح تزور العيادات لتطبيق ثقة نقابة أطباء الأسنان على مجمل المواد التي هي مستوردة بشكل نظامي والتي هي موافقة للمواصفات العالمية. هذا الحلم الذي كنا نحلم فيه من 25 سنة تروح نطلع لبرا مشان نحضر المؤتمرات صار للجيل الشاب هلأ متاح. شوفي هلأ بمشفى الأسد الجامعي بحضور 750 طبيب تقدم 35 ورقة بحث بأحدث علوم زراعة وتجميل الأسنان. هذا شيء جميل جدا وبتكاليف جدا ميسرة وبالعكس نوع نحو التشاركية البحثية من كل الباحثين نحو المستقبل. هلأ شفت أنا كثير من زملائنا عم يتباحثوا مع بعض عن أبحاث يجروها مشتركة بين عدة إن شاء الله في المستقبل القريب. هذا الشيء جميل. نحن ضمن النشاط السنوي والدوري لنقابة أطباء دمشق عم نحاول كل سنة يكون في عنا هالملتقى هاد بشكل أساسي إن كان بالشهر الرابع أو بداية الشهر الخامس مثل ما هلأ نحن لحتى يضل طبيب الأسنان السوري على سوية ممتازة من التواكب العلمي العالمي والحمد لله عنا محاضرين وأساتذة بعدهم موجودين على رأس عملهم وعم بيغطوا هالإنجازات هي اللي حتى لهلأ عم تكون ببلدنا سوريا. احنا حريصين كل سنة تقريبا بهذا التوقيت نعمل ملتقى أو مؤتمر له علاقة بنقابة أطباء الأسنان فرع دمشق وهي السنة رح تسائب كمان النقابة المركزية كمان في عندها مؤتمر بأيلول فنحن حريصين نتابع هذا الموضوع لأنه موضوع طب الأسنان كل يوم في شيء جديد فما فينا نوقف أبداً.